بقى الولايات، وهادو كاع خاوتنا وخواتاتنا، حبه من حبه وكارهه من كارهه. ونعاودها لكم، انا والله غير نتزوج بها هذيك وما نتزوج بحتى واحده اخرى، هذيك اللي كنت تضحكوا عليها. شكون هذه لا فرنسي اللي بغيت تزوج بها؟ انا كنت شويه غايب، خبروني يا سيدي. ايمان خميه، المهم صح، ايمان ولا هذيك؟ ايمان ايوه المهم عرضوني وصي، يعني نبغي العرضات. تفضل الاخ فيصل. السلام عليكم، السلام تو الموند لا فرانشي، زهير حبيبتي، نانو الدكتور شاف يا تو الموند. انا انصح حاجه لزهير، حماني فيس مارفين هاغلر لو 16/02/1980 بير كاباو. اون اوتر شوز، نحوس نقول حاجه اخرى، مع من احمد حماني خسر اللي خرجوا من الرانك. ايه لو 16/02/1980 لاس فيغاس. ايه شكون معامل كونتر كي؟ كونتر مارفين هاغلر. مارفين هاغلر الاصلع هذاك. فوريمان اني غلط، فوريمان مع كلاي. هذه لوسيف حماني حزاته اول واحد في افريقيا يدخل للبروفيسيوناليزم. هو من بعد جا من وراه بوشيش موسى، هو حماني اول واحد بعد مخلوفي او ديجا ني كما يقولوا الباب. المهم نرجع لحاجه، للتحيه اللي دارتها اليوم الاخت هذيك اللي فازت بالميدال، احنا كلنا رانا معاها والجزائر كل معها، والناس هذم اللي مش عاجبهم الحال، احنا رانا 44 مليون عسكري. انا ما عجبتش العسكر، وكي نسمعكم والله غير نبكي، بصح كي تتطور في البلاد على نهبط ننزل سلاح. علمني يا زهير، انتيري اليهم الخوان، باسكو هذم سون كود دونور سانسا كورديشي دونوري. هذم الناس اللي قاعدين يسبوا في الجزائر وترباوا فيها وكلاو. يا خويا ما عجبتكش الجزائر، عايش اقعد في فرنسا، ما كان حتى مشكله، احنا ماكش حد تقص منا، اخطينا برك. هذا مكان واني في الاستماع يا خويا، بارك الله فيك. انت كل وشرب وتنعم، وكاين خاوتك اللي يرفدوا السلاح ويعرفوا يكونوا في الصفوف الأمامية. هذو الناس يا زهير والله غير نجي من شوف خطره فيها، انت يا فيها الحاج بوتين، فيها لافرانشي، فيها نانو، فيها الدكتور، والله غير نهز السلاح ونروح. انا الطليان منش عندي معايا للجبانة، نروح من نهاري. هذه حاجة وطن، هذه حاجة تاعك بعد. من عرض منيش على بالي كيف نوصفها لك، ما نقدرش نهز سلاح. عندي مرة وطفل والله غير نسامح فيهم. الوطن ما كانش كيما رباونا جدودنا. راح دير لنا مشكل، يقول كذا راح نديروا ميليشيات، هذا راهم يتفاهموا كيفاش يديروا. يا خويا بارك الله فيك، يعني والله صراحة هذه هي روح الوطنية. الإنسان اللي مستعد في أي لحظة، لازم الشعب الجزائري يفهم هذه المعلومات، يعرف باللي اتو مومو تنوض الحرب، لانه ما همش حابين يحاربوك باسكو انت راك تتعدى على الناس، ما همش حابينك تافونسي، ما همش حابينك. الناس راهي تعاني اليوم، راهي اسبانيا رضخت، الجزائر راهي عاودت رفعت الاسعار 4 أضعاف وقبلت اسبانيا وسنيت مرغما اخاك لا بطل، يعني ما عندوش لو شوا. قعدنا كاين بوندي، اسمح لنا خويا، انا قالنا عبدو الصمار باللي في اسبانيا راح تدخل الناطو للجزائر على جال الغاز. معليش تدخل لنا، احنا عندنا بوند في لا كونفنسيون، عندنا بنود. لا ماشي امر بنود، كل الناطو راح يسمع لعبدو الصمار ولا الاسبانيا ولا، يعني اسيتو يطرشو برك. يعني اسبانيا رانا عندنا اكثر من 6 شهور، يعني من اكتوبر نوفمبر 2021 بدينا لي نيغوسياسيون مع اسبانيا باش نرفعوا الاسعار، لانه السعر تاع بكري نون سيلمون كان تفضيلي، لانه كان عندنا تيو شركه فيه، لكن درك التيو تاعنا وحدنا ورانا نبيعوا لك الغاز، وحنا اللي خاسرين كي انا نتايا انا نلغي الصفقه معك، لانه انا التيو شحال اتيليزيتو ميم عام
وحنا نقول لهم انا درت لكم تويت ودرت لكم كيفاش الحساب يمشي. لي زي اس هما اللي راهم يديروا في لي زافير بلي سانكسيون تاع الغاز روس، هما اللي ام يابروفيزيو لابروفيزيونمون تاع الغاز تاع الاوروب، هو الغاز هذا اللي كيفيه يعني بلي تكنيك تاع ليكستراكسيون لي تري نيفاست لونفيرونمون. هاد الناس اللي راهم يدافعوا على لونفيرونمون يعني كارثه. دونك قعدت لهم تزاير هاد الناطو تاعك وعلى بالناش به وما نستعرفوش بكم كاع. الاخ فت اد قدرت تطلع التيجر هاد الانسان هبط من السبيس وعاود طلع فت حد حد تنين خلف دور وهبط عاود طلع ما كاش مخرج ليش انا نشوف فيه ولكن ما قدرتش نطلعه والله غالب. نانو تفضلي. السلام عليكم. غير باش نقول مبروك بيان سور مبروك كاع اللي ربحوا هذيك سمعه كما يسافر هذيك اللي راهم يهضروا عليها ايمان فوالا تري تري كونتونت بور ال اي بور لالجيري بيان سور. هي قالت لك انا ما ديتهاش بور. وصراحه نقول لكم زعما بكل صراحه وجاتني على قلبي كي خسرت هذيك كوثر ما يعني تستاهل يعني شايفه روحها رومبو شايفه روحها بروسلي شايفه روحها مانيش عارفه سورتو كي تبدا تهضر هكذا وتغنجق هكذا تقول نضرب نضربها ما هذيك سيتيون فويو دالت سكر كاين داير انا ماني عارفه في دي تروك ميم ما نقولوش ربي كيما قال خلوا الخلق الخلق للخالق على بالنا الفيلم تاعها ما عرفوش وتقليو تقلب اي كاينه فيديو تضارب في لوطوروت مع العرايه خابطه ميته شفتو جي فيو جي فيو وخرجت واحد الوقت كي كانت في العصابه قلت لهم انا قوين نحب ننسى دونك تو تافي جو فولي با لو دير هكا قلت هذا يا با جلي فيو افيك اون فام ماشي زعما قال با جلي فيو دونك دونك ما نحبهاش انا صراحه جلي جامي مي سيت فاي ولا سيت فام ولا جو سي با كيفاش ديجا كي تبدا تهضر تحس باللي elle est je sais pas comment dire elle est sale voilà voilà c'est le mot elle est sale et en plus où je voulais te dire هذيك الالجيريان هذيك ما نعرف لا البوكسين نقول لك ما شفتش على لو كومبا اللي دارتو وخلات المصريه ربحت باسكو المصوره ما داو حتى ميداي وهذيك الالجيريان خلاتها ما قاستهاش كاع هذيك خلاتها تربح باش دات لا ميداي دور دونك مصري ربح طلع الفيلم تاع الجزائر معاه واحد المصري ربح فوالا معاه والفيلم تاع مصر باش تشوف باللي لي زالجيريان يا يا المراه نعم واش قلت خويا تيك على هذاك لي جيبسيان اللي رفد الدرابو تاع مصر وطرب تاع الدرابو تاع الجزائر سي تاع البيك بونغ اللي دامي دايدور تاع البيك بونغ الله اعلم ما شفتش راني نهضر على الجزائريه اللي خلات اللي خسرت باش ربحت المصريه باش نقولوا للمراه ريك يا الحقاري اللي راكو تحقروا في شعبكم عاد يمشي حاشا الناس بالحمير مساكن المغرب مازال ما داتش ميداي دور على بالكم مازال ما داتش على بالي مازال ما دات دات اليوم ميداي دور بصح في الرقص في مراكش داتها واحدة الرقاصه تما لا 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 دات قالوا لهم النشيد الوطني في ألعاب القوى جو بونس لأنه كنت نشوف كان كاين مروكي في البوديوم واخا في الوسط جو بونس داو ميداي دور بالعالي دغروا لهم ايش تاع الذهب هذيك تاع النحاس القرط ماشي تاع الذهب بالك ميداي تاع القرط ميداي تاع الذهب ما يدوش هذوك صح. المشاركة تاع الجزائر هذه الخطرة هذه في هذه الألعاب هاي كانت زعما كاينة سي ستاروك على بالك شامي لا جيد فاتت فوق زون ايتي بيان بريباري لي زاتلات حتى ولو كاين بزاف اللي داروا لهم تاع عرقولات المندسين وأعداء الجزائر كيفاش تقرا عندنا 37 ميداي 15 ذهب رانا تروح مور طاليان نعم
هذا كنا الإعلام النقيب زيان تاع المروكي هذاك، يعني حوزوه من البيرو تاعو، جابوا له الدولة حوزوه، وراهم حقوق الباطوني باطوني يعني. هذاك في الحبس لا فرونشي. المهم راه ورد هاي فيديو انكور شمعوا له البيرو، يعني افوكا شمعوا له البيرو. دونك المروك هذا الاخ هذا اللي سالني على لوبيتال ميليتير تاع طعن راس، يا اخي هذا ما يعنيكش، على كل حال علاش تعطل ولا ما تعطلش ما يعنيكش، يعني هذا امر عسكري، هذا سبيطار عسكري ومن اكبر يعني الامور تما، يقدر يكون تعطل، ولكن ما على باليش واش تفيدك الانفورماسيون هذه. صح المدني 300 لي كمل صاي اكبر مستشفى تاع السرطان في افريقيا في الجلفه، راهو يافونسي مليح الناس اللي يسكنوا في الجلفه، مستشفى تاع مرض السرطان مكافحه، يعني هو الكبير في افريقيا ماشي في الجزائر، يعني راهو يمشي بواحد الوتيره رائعه جدا، شركة وطنية هي اللي راهي تنجز فيه. ما تهدروش على المستشفيات اللي تم تدشينهم حديثا، كاين مستشفى بمقاييس دولية في عين مليلة ما سمعنا حتى واحد يهضر عليه، مستشفى اللي في الغوار، يعني لاشيتيكتير تاعو نقدر نقول له امر على هذا بيسكيسيلي راه مانتيريسي بات سبيطار، هو انجاز عسكري على كل حال وكبير بزاف، يعني ماشي صغير. او تيجر ما حبش يجاوبك. وصلوا لي واحد المعلومات، فرنسا قال لك عطات لوتوريزاسيون بور لا مارش كونتر الجزائر لهذوك الخونه هذوك، سي باي في بور لو 5 جوي، يعني شوفوا التوقيت كي داير وشوفوا. ما سمعناكش الحاج. قلت لك فرنسا لي زوتوريتي فرونسيز ils ont donné l'aval pour tenir une manifestation contre تاع الخونه لو 5 جوي. هذيك ماشي لو 5 لو 3 جوي، هم داروا لو 3 جوي، انا قالوا لي لو 5 ما لا 3 جوي في مارسي، قلنا لهم بلي هم رايحين لباريس لو 3 ولحقوا لهم الدراهم من المخزن ومن الصهاينه باش يوجدوا زعما مارش، ما على باليش يكونوا فيها بالك كمشه تاع الناس برك الحاج. الحاجه اللي ما فهمتهاش دوكا، بعثوا لي واحد السيد بعث لي واحد الامر، قال لك جزائريه تحصل على معدل 21.03 على 20 في شهادة البكالوريا بفرنسا. لا هذا يكون غير مروكي يتمسخ فينا كيفاش. لا الواحد كيكون زاطل على بالك، عنده لا توليرونس، سكون ابي لا توليرونس تاع كي تصنع ان بياس هكا تكتب 20 بليز او موان 1 ولا 20 بليز او موان 2 ولا، دونك هو حكم لا كوت سوبيريور وحسبها 21، دونك باش نقولوا ولا نقص شويه من الزطله. هذه اللي داروها في التيافان وجوزوا الطفله تهدر ودات 21.04. كاين امر ما انتبهولوش الناس، فرنسا ما روجتش كاع لهاد الالعاب حتى ولو الفرنسيين ما يلعبوا فيهم، ما كاش كلمه في لي ميديا مينستريم على جال هذا الامر، باسكو لورغانيزاسيون الى لوفرتير كانت دين فاسون كيما يقول لك ماجيسترال، ما يتحملوش هما، ما يتحملوش كي الجزائر تكون متمسكه في الامور تكون لحقت ان نيفو سوبر، هذه ما يتقبلوهاش. نعم، وني درت الفيديو هذيك تاع البور شفتها الحاج، الناس اللي راهم في البور ليك، وهذا وشنو المشكل تاعهم، راحوا فارغين ولا جاوا معمرين؟ والله مازال ما شفتهاش، بالك الزهري يعطينا معلومه، انا مازال ما شفتهاش. بعتها له التيجر مقبل، بعتها له.
انا صراحه إن انا ما قنعتنيش تفرمش يسمح لي انت خويا ونعزك، انا جيب لي ربي هذه ماهيش جديده مستحيل، لانه حتى في الحوايج تاع الناس ما تبانش باللي جديده، باسكو السخانه في هذو الايامات في فرنسا راهي كاتاستروف. بعتها لي سيد من البور كيفاش هذا تعزني، وما انا نعزك الناس ما واحد ما يغطي الشمس بالغربال، الناس هادو راهم يديروا في القوالب في لاكنان وفي ار الجيري، هذه هي باسكو راحوا شواكرهم راهم في الحبس. راهو هذاك اللي هو في الحبس عنده امبراطوريه تيغر. لا بصح بالك كما قلت لك انا بالك العلم لله، باسكو افون كانوا الناس يريزافيو وهما ما اكزيستيش كامل فهمني، كانوا بالعاني ساتيري ولا ليست تاع لا ريزرفاسيون على الناس مساكين كي يبغوا يريزافو، ولا تلقى دائما تخرج لهم يتبلوكا لو سيستيم اي تو سا بالعاني بالعاني. باني ايريان تاع لو موند اونتي ما يتساتيراوش، يتساتيرا غير السيت تاع الجيري وتاع لاكنان. وبصح بالعاني هما هاد الناس اللي متكلفين بهاد الصوالح هما اللي بالعاني ساتيروا فهمني، ستادي لا ساتيراسيون ايتي فيت ديجا الافونس، ودروك سي لي كونسيكونس تاع الخدمه هذيك تاع الكلاب هاد الخوانه هي اللي راهي سا سوبركيت حتى البلد حتى يكمل الصيف كاع بالعاني سي فولي. بقي اللي يعاودوا يبدلوا كاع اللوجيستيك، بصح لو كان تعاود تبدل اللوجيستيك كاع لي دوني تاع الناس اللي ريزافات وكاع يروحوا على هذيك رايحين يفوتوها كيما كان الحال، ومن بعد يعاود الامور تعاود تتصلح كيما كانت تبان لي والعلم لله. المهم راحين يكونوا ديك دي نوفيل كومباني ويكون تنافس والاسعار في متناول الجميع، ومبروك العود للناس هادو يا اللي راهم في الجيري. هذه هي نورمالمون هادي دي جاي ينقصوا نص العمال يبعتوهم يروحوا يروحوا، يعني سوا دي بار فولونتير سوا يشوفوا لهم كاش تيو، باسكو راهي مساتير يا الجيري بالخدامين، كاين الخدامين اكثر من المداخل، دونك يعني مستحيل تنجح شركه هكذا. تفضل واريور انت راك في التيو هذا. لا لا شوي داكور معك، لا فرونس هي فيها سابوتاج هذيك لا كومباني من بكري ماشي من دوكا. وشنو هي انا سكو جي لو ماركيا هما طلعوا لي بري باسكو راهم ديفيسيتير لا كونف الجيري لا توجور تي ديفيسيتير جامي دخلوا دورو، باسكو كي تحسب لو نومبر تاع الخدامين واش راهم يدخلوه ما تقدر تكسبليكي لنا كون ديفيسيتير. انا اكسبليكي لك لا فرونشي هما تو سامبلومون عندهم 50 اباري 50 اباري نورمالمون 4000 5000 بيرسون يجيروها، حنا عندنا 12000 تسمى ديجا باش تخلص الخدامين تزيد من عندك ويا ربي هذا هو لو بروبليم. راك تعرف يا الجيري واحد يجيب كاع فاميلته يجيب كاع وليد عمو انا نعرفهم في لا دي ار سي الفوق كاع فاميليا وحده كنت ندير لهم تيست تاع الصون تسيبهم كاع ولاد عم يا صاحبي. هذه هذا سي ان بروبليم سي ان بروبليم دو جيستيون يا الجيري. على كل حال ايوا انا كنت حاب نهضر على كل حال ربي يهديهم وخلاص. انا كنت حاب نهضر على واش هضرت انت على فرونشي وسونغلي جوستمون سي لي لا يبو نو ريبوندر على هادو لي فرونماسون كومو يكومونيكي كونتر هما. انا جي روماركي بون انا ما شوي با ان اكسبير بصح جي روماركي يزوتيليز بزاف لا سيمبوليك لو سيمبوليزم، وكي تقرا في الاحاديث حتى الاحاديث تاع الدجال سبحان الله كاع بالسيمبوليك. الرسول كي كان يهضر على الدجال يعطيك لي سي ماشي سي با لا رياليتي شغل يقول لك له جنه ونار ما سي با ان ديو وين عنده جنه تما سي تي سيمبوليك يقول لك يامر السماء فتمطر. دونك هو يوتيليز لا تكنولوجي يوتيليز هادوما لي زارما تاع لو كليما كيما حارب وكذا يقدر يأمر السماء تصب الشتاء. دوك ديجا لي شينوا ما يديروها يضرب ميسيل في الشتاء في السماء تحبط الشتاء. دونك سي هادوما لي لي سوسيتي سيكريت هادوما يوتيليز لا سيمبوليك وسوبليمينال كما قال الاستاذ موسى ديك النهار قال كلمه شابه بزاف هما يبروغراميو لك يفيز لو سوبليمينال. علاش يبريباريوك؟ باسكو كي يكون السوبليمينال تاعك مبروغرامي كي يجيك لو كونسيون كي يجيك الحاجه في الكونسيون تكون ديجا واجد يعني تتقبل هذيك الحاجه بروغريسيفمون
وزيد نقول حاجه، الربيع العربي اللي العرب كاع تبعوه، هذا لا سيمبوليك تاعو سي لو نيو ايج، وين تشوف لاركونسيال، هذا الربيع سي لاركونسيال داكور، عندها علاقه مع لو نيو ايج اللي هو العصر الجديد اللي هو عصر الدجال. دونك هذا واش حبيت نقول في هذا، يعطيكم الصحه. هذيك لا تكنيك ولا لا تكنولوجي تاع سكون ابل لو بومباردمون دي نياج، ولا هذيك اللي فات مام لي ماروكان داروها، ولكن عندها دي كونسيكونس ماشي ملاح. مام لي شينوا هما اللي بداو بها، والاماراتيين هما اللي على بالك البومبارد لي نياج افيك دي بارتيكيل ولا دي زاتوم هكا اللي كومون ديراج توقعين une opération de ionisation les particules sma où ni il capter donc le nuage il gèle tellement pas du paysil ou ce qu'on appelle la pluie artificielle. بصح ما عندها سوا عندها الفو الفو بيان ميتريزي هذيك لا تكنيك، باسكو صرات خطره داروها لي ماروكا مع اسيستي بار لي زيماراتي، وداروها السعوديين تاني خطأ، ولكن وقعوا لهم دي زينونداسيون وين ما نجموش يميتريزيو هذوك لي زينونداسيون. يعني هذه اللي قالها فريمون ناس مختصين بزاف، هذه هي اللي بغيت نقولها لك ايواريو. والحاج كان واحد المعلومه انا سمع بالك ما سمعوهاش، هذيك لا بلوي لي اسيد، هذيك لا بلوي لي تري دونجوروس باسكو ماشي ناتورال، ومذكوره من في الاخر يقول لك مذكورة من في الأحاديث كاع، يعني راه يصرا واحد العفايس سانك روايه بدوك الشتاء ولاو يكونتروليوها. هذه ماشي جديدة على كل حال، تفضل فيصل. أنا راني حبيت نقول لكم برك على حاجة راهي صرات البارح. الإكستريم غوش تاع الطليان لا ليغا نور تاع سالفيني كانت في لومباساد تاع الجزائر في روما تحلل باش يعطوها لي بروجي، هبطت راسها وراحت تبكي. وكي هضروا مع سالفيني قال لهم ما طلعنا سينياو دي بروجي مع لي زالجيريان في وقت العصابه وما داروهمش، باسكو لا ليغا نورد جات كيما ميلانو بريشيا زون نتاعها. على هذيك الاكستريم غوش تاع فرنسا ما تكلمتش خلاص، هم بداو يتقسموا حتى ثم، وما عرفتش كيف نبعثها لك خويا لا فرونشي في الفيديو بعد سالفيني يهضر يحلل باش يعطوه لي بروجي في الجزائر، سينو الشركات تاع النورد هذه كامله تتبلوكا. هذا مكان كاش ما عندكم تفسير على هالشي زيدوا فهمونا، بس كان شفتها البارح وما فهمت فيها والو. هو في اللومباساد يحلل يا بصح لي بونجي فاصل سي سي دي زاكو انتر ايتا ايتا ماشي حزب مع النيتا، يعني باسكو لا ليغا نورد كانت كونتر هاي الاكستريم غوش تاع الطليان، كانت كونتر لي زيميغري كونتر العرب كونتر كلش، واش اسمه عربي وش اسمه بصح هذه اللي كانت هذه لا ليغا هذه عندها دي بروجي دونك، وهي كونتر يعني تسمى هي سو كونتر ديز هاد الناس هادو، دونك باش تكون عندك انت دي بروجي مع دي بي تيير مونت ولا اون فا دي بي دو لا ريف سيد ولا حاجه وانت تحاوس فيهم، يعني على بالك يعني غو ديبا على بالك بلي تي نورا با لوكازيون باش تكون عندك دي بروجي معاهم. نظن بلي هادي ستينا فورماسيون ما كاين سا كوانسيت با اسمح لي على كل حال، ولكن هادو الامور هادي سا سو تريت اونتر لي غوفرنمون اونتر ان مينيست تاع التجاره ولا تاع الصناعه ولا حاجه، ولكن باش تشوف با اكزومبل حزب مع مينيستر يعني مازال ما شفتهاش انا والعلم ولا ما عرفتش كيف نبعثها لكم انا بوسكي شفتها. هو كان في اللومباساده تاعنا
ويحوسوا باش يديروا يزيدوا ديفلوبر باسكو لي غران اندستري كل لا زونا تاع النورد في الطليان ميلانو بريشيا بادوفا تورينو ومن هنا باسكو كلها ليغا هذه كلها اكستريم غوش على هذيك مام حتى الاكستريم غوش تاع فرنسا ما تكلمتش قاعده لدركا ساكته مش تهدر خلاص باسكو في الطليان الاكستريم غوش راهي قاويه راهي في الغوفيرنو عندها ان بيزو بعد في وسط الغوفيرنو مام كان عاد الجروب تاع لويجي دي مايو حاكم الغوفيرنو هو وكونتي وذاك بصح وشي الاكستريم غوش هنا لا ليغا عندها كلمه كبيره ياسر في لا جوستيس في الاكستيريور عندها اموريات فيصل ما يكونوش صفقات مع دي جروب بوليتيك هكذا كي كانوا في الغوفرنمون صح هادي باش يكون صفقه مع دي جروب بوليتيك هكذا يا كاش منها وصل فيني معروف لمن تابع تيجر قال لك السيد هذا قال لك المافيا تاع البيضه مي لعبوا بالاسعار كش ما عندك خبر عليها هذه تيجر يشوي في المارلون ما بغيتش يفتح لي الميكرو واش من مافيا تاع واش اسمع زهير 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 انا نشوفك من هالي قال لا فرونشي قال لك لو كان نصيب نتزوج مع هذيك ايمان يخلف خلي في هذيك انت تخلطوا لك على الحسابات مانيش فاهم انا وبورتون نانو نسمع فيك نسمع ها فاهم روحك صاحبي بعد لي مطريق يخليني وحدي في الساعه هذوك كي راه قاعد هكا رانا في زوج ما متاوس هذوك الناس تقسم على زوج كي يتزوج هو نقعد وحدي انا ماذا بيا نتهنى منه سمعت مي راه البيض وما على بالي شام جبدوا لنا الحكايه تاع البيض عنده وقت البيض عنده وقت وانت يرخص وعنده وقت وانت يزيد كاين عوامل اللي تغليه وترخصه كيكون كاين ديسبونيبل يهبط وماشي حتى دوله اللي رخص عندها البيض بالمناسبه احنا عندنا هبط جيست مور رمضان هبط يعني شوت ليبر ولا يدير 9 دينار انا شريته 27000 مور رمضان شريته 27000 بلاطو شريته 27000 للكلب دونك يطلع ويهبط هذه حاجه عاديه لانه هذا كوميرس يهبط وكاين كونكورنس وكاين الناس اللي الجاج دوك الناس كونسوميت الجاج ما كاينش البيض من الناس كي تبدا تربي في الجاج دوك منا دي سي عند بالي شهر ونص تشوف كيفاش يعاود يهبط الاخر يهبط البيض ويطلع الجاج لا بصح صهيب نظن ان الازمه تاع البيض على بالك الازمه تاع التغذيه اللي وقع المشكله اللي وقع مع في أوكرانيا مع روسيا هي بروبلم ديال الأغذية وزيد بالك إلا سمعت عندها واحد 3 أيام ولا 4 أيام هضروا على الإنفلونزا الطيور اللي ضربت أمريكان اللي مات حوالي بالك واحد 20 مليون تاع بولي ولا حاجة دونك تسمى بروبلم وهادو سيدي بول بوندوز ماشي قال يعني الامور ماهيش قضيه تاع قضيه تاع تيمون عندها علاقه مع الكسم مع الحرب تاع اوكرانيا الدوله الحاجه الدوله منعت تستعمل البلي الف للانعام للجاج للخروف للبقره لانه الشعير كان يمدوه للجاج دوك الدوله منعت هذا الامور تمدهم للجاج الجاج تشريهم زهير احنا نحكوا على لي زاليمون دو بيطاي اللي يجيبوها العلف اللي يجيبوه من أوكرانيا ويجيبوه ما يخدموه من الأمور واحدة أخرى ستان خاليط فيه مام المايس فيه يعني هذه هي ما هيش قضية نظنهم سرايلا مع الحرارة أو الصيف احنا نقول لهم اتصلوا بنزديرة بالك عنده خيط كيفاش يبات لكم بابور تاع البيض بسكوه كان حيبات لنا بابور تاع بنان تقر بالك يبعث لنا بابور تاع بيض ايه دوك يخرج يهدر على البيضه ماشي بعيد يخرج يهدر على البيض لانه ما عندوش مواضيع وش يهدر ما عندوش وش يكذب دونك يخرج يهدر على البيض ويهدر على السكر ويخلصوه انا لو كان غدوا نخلصوه ونقول له اتاكي الحاج بوتين يقول حوايج على الحاج بوتين حتى هو يكذب يعني الحاج بوتين شنو هذا اللي مراه يهدر دونك هذا السيد يكذب يامنوه
90 ويكذبوها 10، لانه الناس اللي يكونوا في هذه البلاصه ويعرفوا هذه المعلومه يكذبوه. ما تقدرش انت غدو يخرجوا 10 يكذبوا بزديره و90 يامنوه، ما تقدرش تدخل في وسطهم، لانه هو هذه هي اللعبه اللي يلعب فيها. او خرج قال لكم باللي او راح يطلع ومن بعد يقول لك لا لا وما طلعش وخلوها طي الكتمان لانه رئيس الجمهوريه ما قبلش وكانت هكا مبرمجه. ومن بعد نعم عودوا له الفيديو واستوعي وسأرجع للملف فيما بعد. هذه هي فلسفتها وهذه الطريقه اللي هي عايش فيها. ودي يرجع للملف بالمناسبه، الملف اللي قال لنا تاع المخزن والمالك وهذه الامور انا نستناو في السلسله هذه ما خرجتش. ايه تاع يولي للاستديو باش يعاود يقطع لي فيديو وكذا باسكو ماهوش تما كي كان في اسبانيا. كذاب كذاب والله 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 يا زهير. هادو جماعه هادو اللي كيما زيطوط وهاد الصوالح والله العظيم بالك تلقى المصداقيه هنا عندنا في سبيس ولا في اي سبيس تاع بونيف ولا بالك تلقى شويه مصداقيه، ولكن هاد الناس اللي يدعوا يقول لك من مصادر موثوقه ومن والله ما عنده لا مصادر ولا والو. هما يسمع من هاك وهاك ويعيطوا له هاك ومنه ويديروا توتا فيلم ومعلمينهم وموصينهم شا هما الكلام اللي يقولوه. وهضرنا من قبل يا الزهير ولا فرنشي حكينا باللي هاد الناس يجيبوا قضيه فيها 10% صح و90% يخدموها ويوجهوا كاع لك 90% على هذيك 10% باش الناس يقول لك يا واو والله لا نيشان. وما هما يخدموا خدمه الابتزاز، يخدموا خدمه الشونطاج والطوطه الكذاب يبان يبان ويجي النهار اللي نكشفوا باغين نكشفوهم. والله غير سهل الحال، تروح تدخل معاهم اون كونتاكت تقول لهم عندي معلومه خاصه وانت نشرها في ما كسموه والله يتبهدلهم ودي لهم تمام تمام تاع كلاب بصح ما يحشموش وما كامل ديوري. ايه خرج زيطوط قال لك باللي لازم ترددوا شعارات تاع الحراك في الاستاد. والله غير الشعب ما وسمع بكم يعني كوليتو كاع يعني واحد ما ولا يسمع لكم يعني ما من دراري صغار ما مشي يسمعوا لكم. اه نيشان حتى انا وفت البوده تاع المخاوين وقلت كي جات هذاك البيس تاع المروك فايت هي قلت لهم باللي طلقوا لنا الماء على راكم قاطعين الماء. يعني تشوف واحد الامور طلبها هذاك زيطوط والواقع واش كاين يعني ما عندهم حتى علاقه. قال لهم افدوا الباده وقولوا يا الدوله طلقوا لنا الماء باسكو راكم الماء تاعنا ولا عمرتوا به لا بيسين. يعني تشوفوا حتى الصواله بصح هي الملك حتى كي قال لنا باللي الصطاد فيه كاع الدياراس والمقابرات والسعيقه وهذه الامور يعني الحق لهذيك الدرجه تاع الكذب يعني وتشو طوله كيما نقولوا حنايا ضوكانو اللي نكتبوا انا في الديابات بصح ما دخلتش الصطاد على بالكم فهمت الزهير. شوف الزهير يا اخي انا من الديابات وعلى وما دخلناش الصطاد ونورمال زعما قلنا بصح عسلنا اولادنا يعني. انا كنت ثم الحات الحال ما تغلطش انا كنت معاك ثم بعد رحت ثم انا اللي كنت نشعل ونطفي في لي بروجيكتور. انا سلت ولادي قال لهم هذاك خرج لهم واحد الحكايه قال لهم هذاك القناص كان يعس على تبو باسكو كانوا حابين يقتلوه لداخل. شوف نقول لكم معلومه الناس ما تعرفهاش، شوف القناص هذا الدوله تعمدت باش تخليه مكشوف في العالم. في العالم كي يكون عندك في اي جيش يكون جيش يعني محترف يكون عندك 4 قناصين دائما تكشف واحد يكون واحد مكشوف. زهير يا حمد الشيباني يا حمد الشيباني قول لها هاي قطر راح تنظم كأس العالم اسكو الا اونجاجي دي تير دي ليت تيرك ولا لا لا هذا اللي يشارك فيه في شركة كندية فيها دي هولندي وفيها دي فرنسي فيها أكثر من 50 دراغور يعني فيها 50 قناص كريتهم قطر كريتهم بالدراهم. كنا نهضروا على القرادة البلاصة اللي كان فيها هذاك القناص كاين قناصين كان دخلت ما شفتهمش وكاين قناصين يكونوا في بلايس كي يكون جايز كورتاج رئيس الجمهورية ما تشوفوهمش لأنه يجيبوا 4 تاع الصباح في بلاصيوه
باش يروجوا واش روج امير ديزاد كما قال لك حبوا يقتلوه فوارن واكس فيل تراوه والجناح الاخر يعني داروا فيلم كما تاع قضيه تيروا على بن علي والصاعقه هربوا به وصدموا للتكانه يعني فيلم تاع حول تاع الهند هو المصدر مش قال لهم نجيب لكم البلون تاع لي طاماجور تاع وزاره الدفاع هما زي ما جابوش هو ثاني هاي يقول لنا كيفاش داير هذا البلون هذا لانه قال لك كاين باب من اللور والسانيتير حيط هكا فيه باب كاين وحده من اللي تضحكها لهم وحده الخضر هم واسين يدوه من هذاك الباب لانه جماعته كانوا قاعدين في لاصال تاع دونت ما راحش عند الدونتيست يبلون بيه ولو درسا هذا عيطوا له قالوا له روح سنيتشو سينيار نحيتشو لي قالون نحي الاخر بركي تفرقوا هيا انت روح للنيتي تاعك هيا روح انت تخدم انت روح للبيرو هذا كان يجي نهضر معك هكذا هذه هي طريقه الاعتقال تاع اي انسان ايه هو عملهم هدايا يعني يحبوا يديروا الفيلم هو وراديو هذاك اللي عنده الميكرو فايح هذاك يضل يصور فيه يعني يديروا واحد لي فيلم تكذب يعني واحد اللي يكون بعيد عن المؤسسه العسكريه ولو ما يمنش هاد الامور نقول لكم معلومه سي تان ترافاي مافوكا على بالك كيما المرافيك هاك شتفهم يحكوا يجي يحكم لك غواصه جزائريه اللي بالمناسبه مسموا الملك تاعهم على الاسم الغواصه اللي سموها الثقب الاسود ام سموها ثاني هو الثقب الاسود ويقول لك باللي هذه مروكيه وكاع يعني تشوف هاد الامور هادو انا والله النصيحه اللي نعطيها للجماعه هنايا ما نسمعوا لهمش وما نقيموهمش ديجا على بالنا باللي ما عندنا الحق الدفاع على وطننا ولكن الكلام تاعهم اللي هم يقولوا فيه ديجا حتى البز هذاك الصغير وما يتقبلهش ماشي وين واحد يكون بعقله وكاع يعني هذو الشعب هذا والله لا اقل ما يقال عنهم انهم حوثاله والله ما لحقك الشك من عند الجنرال توفيق ولا ما لحقكش انا شكرا بيانتو مسلولي عليه نيشان يا الله غير هادو تسكر بليل كله وما تبرياش معاهم ماشي لاكو الزنبريطو يعني أوبابا الكلب تاع التيجر ما يقدرش يقول هاد الأمور يعني صح ما قالوا داش وراه الملك تاعهم الحاج لا في لونوز تاع في واحد الفيلاج ما بين فرنسا وبلجيكا راه في هذاك وعنده تما واحد القصر كان شاريه باباه وتما السيد هذه شبه نقول لك واحد الله يحم بابك اللي فيه كونسير وفيه فيه السيدة يعني تخلطت عليه من كل جهة وطريقة شد سنة منها وما لحد الآن هم يحوسوا يخرجوا بأقل أضرار باش يشوفوا على كاش واحد ديرون بلاصيه هي باش يرون بلاصيه هذاك ولد القنصل يعني من المستحيلات ربما الصراع ما بين خوه وولد عمهم هذاك طفيل صغير هذاك ما شكيتش بودنين هذاك اللي عيط له تيجر الطيارة هذاك ما شكيتش نظن انهم يديروا له في الفيدونج تما في هذاك الشاطئ والحاجة هو زعما كنا هو الناس زعما كنا كاين بعد كاع المؤشرات تقول لك باللي اللي مور كلينيك مور غير الا بالك واحد التيويات واحد من الفوق واحد من التحت يعني باش يطوي يزيد يكمل باش يخرجوا بنتيجه هذا ما كان هو السيد مات وما عنده والعجيب في الامر ذاك النهار سل كي هذاك الفريق تاعهم ربح هذيك الدوره هذيك تاع العربيه في مصر تاع تلقاو في اون فينال تاع القاعه هذيك قال لك ارسل لهم رساله تهنئه يعني والله كان يفكر فينا في وقت بوتفليقه ربي كانوا يضحكوا علينا
وحتى هاو جات الوقت اللي احنا نضحكوا عليهم، احنا بكري نضحكوا عليهم في الحق، ولكن نستناو المخطط حتى اليوم مثل مثل كندا في اليوم العيد الوطني تاع كندا. هي سلم هو تهنئه باينه، تهنئه، ونهار الاثنين ثاني راح يبعث للامريكان، لانه العيد الوطني في امريكا سي لو 4 جوي، 4 جوي، وحنا يبعث ويبعث التبون ثاني 5 جوي. لا لا، حنا يبعثها لفنزويلا ويقولوا بالله غسلام، لانه من فنزويلا عندها نفس التاريخ تاع الاستقلال. اي مليح سيدي مليح. ومن بعد 14 جوي سل... تخيلوا هذا زعما كاين هذا النظام هذا المغربي، تخيلوا فيما مضى كان يجي هذاك محمد السادس هذا ميمي ستة هذا يجي تم لهذاك القصر هذاك الفيلاج الصغير اللي مقعدوك البزوز يحكمهم يعطيهم الدراهم ويرسلهم فواياج اورغانيزي للمغرب اوفري دو لا برانسيس، والشعب تاعه قاعدين يديرين لاشين على الماء، لو كان نقولوا على الغاز ولا بعدها ولات هذيك من دول. لكن كي تشوف انفيل تاع 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 500 ولا 600 حمار رافدين بواده رايحين يسقوا، هذه فيديو بالك لونسيتها بالك شتوه ولا بالك في الكونت تاع اللي بلوكاوه، تشوف هكا لافيل هذيك تاع الناس راكبين كسموه رافدين بواده بيسقوا الماء. يعني تشوف واحد الامور والله العظيم، وكي تشوف فيهم يهضروا تقول هذا الشعب هذو هم شعب الله المختار، وهما هو بعث نهار السبت اللي فاتت بعث 100 في فرنسا ولاد الفقراء، وكاين واحد البلاصه وين جاي القصر هذاك عطى لهم دي بونداشا فيهم 500 اورو للواحد، دي بونداشا عطاهم اكزاكتومون 500 اورو. سمعت هذيك وحده فيهم قالتها وحده المراه من هذوك السكان هذيك تاع القريه هذيك، مي الشركه تاع الكارديناج اللي جابوها تما سقساوهم، يعني كاين الناس اللي راحوا لتمايا قالوا لهم شتوه، قالوا لهم ما شفناهش، راهم يقولوا باللي راهو هنا بصح ما كاش اللي شافوه باللي راهو. ونقول لكم هذا المخنث واش يخاف؟ يخاف الثقب الاسود، يخاف السوماره غير يحركوها في مرسى الكبير يقلع يروح لفرنسا قسما بالله. القصور روحوا شوفوا البوزيسيون تاع البلايص اللي يسكن فيهم، شوفوا شحال بعد كاع بعد على البحر، ما عنده حتى قصر على طرف البحر، ولا روماركيتو ميم كي يروح للبحر ما يروحش في المغرب يروح للخارج، لانه كاباب تخرج سوماره تبت السرطه وتقلع، لانه هو بدا في باله باللي الجزائريين راهم رايحين يقتلوه، يندبوا عليه في الجزائريين ما مسرعين بك، لانه انا نظن انه محمد السادس خير من واحد اخر في المغرب، يقعد هذا الملك يزيد يقهر الشعب هذا مليح، لانه لو كان يجيبوا واحد يعاون الشعب ومنا راح تتبدل وكذا ويحرجونا، يقولك يا ودي هذا ناس ملاح مشي كيما الاخر ويغلبونا في الراي، مي كي يقعد هذا انا ماذا بيا ما يموتش، ماذا بيا يبقى يتعذب هكايا، لانه الكلاب يموتوا هاملين حتى يشتاقوا الموت، الموت تعرف واش تدي كيما تقول جدتي الله يرحمها. دونك هذا نظن انه في الوقت الحالي هو الانسب اللي شغل هذا المنصب، ما يكون هكايا يعني مقعد ودايرين له التيوات من تحت ومنه، معليش خلي هذو الناس يقولوا يحيى الملك، لانه خلاص كي يقولوا يبولوا في لي ريزرفوار تاع الطوموبيل اكرمكم الله، خلاص يعني باش تشوفوا باللي الناس هذو صاي دخلوا زنقه الهبال، هذو هبلوا ديريكت. الحاج واش تحكي لنا اللي قالوا لي راه يحيى في وهران؟